قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن 10 ملايين أوكراني أجبروا على الفرار من بيوتهم ومناطق النزاع المسلح منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 من شباط الماضي. والعدد الذي يشير إليه المسؤول الكبير في الأمم المتحدة يعني أن نحو ربع عدد السكان الإجمالي لأوكرانيا لجأوا إلى خارج البلاد أو نزحوا إلى مدن أخرى في داخلها بسبب الحرب. وقال غراندي في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن معاناة المدنيين الذين يضطرون إلى الفرار من ديارهم هي أحدى مسؤوليات أولئك الذين يشنون الحرب في كل مكان حول العالم. وأضاف إن الحرب في أوكرانيا مدمرة إلى درجة أن 10 ملايين هربوا منها، أما عبر النزوح بداخل البلاد أو عبر البحث عن اللجوء إلى الخارج.